السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا أينما كنتم. اليوم الثلاثاء، اليوم الثلاثاء 1/2/2022، نحن الآن بسوق الحلال في معرة مصرين، وبلشنا لكم من عند سوق اللحم يا شباب. اي نعم، عند اخونا حسن او ابراهيم على قبان ابراهيم الحسن. لا تحلفوا الله، اعطيني حسن البازار على الخرفان هاي. بعناها وحقناها. لا 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 خلص خلص صعب. يا مضبوط باصاب. ايوه يا والله احسن 36 معي يا صاحب. ايوه 36 وما تنباع. شو قد تقريبا ابو قيس اوزان؟ ما توزن انا اكيد لسه. فوق ال 60 كيلو. اي نعم. لسه صبحيه يعني. اي نعم من الشباب. اي نعم هذا تركي ابو قيس؟ الحمر هذا. لي على الفاضي. لسه ما بلش السوق عندكم ها ولا؟ لسه يعني ما انحكمت الاسعار. ايه لسه ما انحكمت الاسعار، يعني هاي الستينات يا شباب قام يندفع دين 36 وما قام ينباع. ستينات. اذن نعجات مطافيل يا شباب وراهن فطايم وخرفان. فطيمتين كانه خاروفين. عند اخونا عزيز ابو النور. يعني هاي جينة نجدي وذن بلديات ذن خرفان. انت شو اليوم شقد اسعارهن؟ شقد قامت تسوم ذن ابو النور؟ والله تسومهن 3000. 3000 ندفع لك بين شي اليوم؟ والله ما حدا قال بيش. ما ادري ليش لازم اقل من هالشيء يعني ينباعن. اقل من هالشيء ايه هذا سوم يعني. هذا لنا فطيمتين وخاروفين وراهن مو؟ ما شاء الله. شنو سنهن؟ والله هاي ثنية. اي نعم هذا العجل. اي صاغ سليم. صاغ سليم. هاي اسعارنا اليوم يا شباب. بعدين من غنم السعن مو حي الله. اي نعم. من غنم السعن ها؟ اي نعم. يا حياك الله بالنور. على ربج الدلال ابواء الفيصل يا شباب. بازار على الخرفان. تعال هنا شد لي ابو وائل. ايش قد قام تسوم الخرفان اذن؟ والله قاعد نسوم 13.5 قاعد نطوله. الحبيب والله ايش قد الدفع؟ هاك هاك ذبح لي دفع قاعد يدفع لنا دفع 1100. اي نعم خرفان يا شباب يعني اشتريت 13 اللي هلا ابو العزه يعني يطلع شيء 75؟ 85 85 كيلو 85 كيلو 85 خذوا ببلاش. والله 80 85. ايش قد قام تطلب به؟ والله تعال اطلب به 3.5. 3500 ليره تركي. نعم. اي نعم. زيف هذا ايش ذا؟ اي نعم. اي نعم. والله اي والله شنو سنه؟ سنه خروف لساته. اي لساته مو مبدل. مو مبدل. دغلي يعني. ما شاء الله. ايه لساته خروف والله ما شاء الله. والله ما شاء الله ضخم ما شاء الله تبارك الله. يسعدك ابو وائل الله يحفظك. وصلنا الدلال ابو زياد الجنان. هنا اخر السوق هذا يا شباب. 900 وجر يا ابو حسان 900 وجر انطاع الحين اشتريت 540. ما الفيل لا بيها الحمر اشتريت انا لا اشتريت انا لا لازال على القرقورات اذا شو عندنا القرقورات يا شباب. صار عند اخونا ابو عمر الحديدي ابو عمر تويني صار ب 7.5 700 ليره تركي. هاي بضاعه اليوم. اليوم السوق بضاعته مخضخضه خفيفه ما هي مو مثل سوق الجمعه يعني. وهاي وهاي صارن ب 17702 كمان قرقورات. وهاي عنز متومه عند اخونا ابو عمر.
3000 لك فصل. قام يقول لي 3000. هذا الموجود. ايش قد سومة ابو عمر؟ 3000؟ قلنا له فصلها ب 6000. ايش قد اندفع، ايش قد دفع بيها؟ ما دفع. ما عجبته يعني. وراها توم ها؟ ايه. شنو سنها؟ ثنية والبطن. ثنية والبطن، خشنتها وسط. الشباب جوعانة، العنز جوعانة. والله ما اظنيت. لان باع وصلناها ب 18. هذا لنا ب 900 الواحد. باع بهم 17 وربع. اي نعم. اي نعم. وصلناها ب 18 على 9 اي نعم. لان اخر فان هني. طلع ابو الفوز. يا ابو زياد. فصلناها ب 2000. 2000 ليره تركي. يعطونا 1500. قام يندفع ب 1500. فصلناها ب 2000 نطاع راعيه الفواز الفايز القشوم. ما شاء الله خشته طيب. القشوم الجميل. اي نعم. الله يعطيه. من غنم الجملان يعني؟ هذا من غنم من اصل دواب حرشيات. هو من ابو جميل الرجال. ايه. القشومه. كويس والله خير، بس كاشف له حرق شغله. شوي شوي. زاد الحراق زياده ما هو. بس شي بضاعه ايه. ما شاء الله. ايه. شي بضاعه رفع ما شاء الله. اي نعم. بيش 17 انعجب 18 وما يفعل 18 سووا عليه. شلون السوق اليوم عندك عمي؟ والله على الله الحمد لله، والله الامور يعني ما هي بالحيل وعلى الله. هو اليوم الثلاثاء شوي يعني ان شاء الله الجمعه بيبرود والاحد بيبرود علمك. الاسواق النظاميه اي نعم، الاربعاء بذنب والجمعه بمعرض مصرين واثنين بدال النظاميات يعني هاي الاساسيه. اي نعم اي نعم. وهذا الناس كلها يعني بدك تعتبرها اللحقه لحال. اي نعم اي نعم. الله يجزيك الخير عم ابو زياد. علينا على سوا. علينا الشيخ. هذا خروف يا شباب، شغله فحوليه ما شاء الله. جلاسه قرن وارتفاع ومهاجير حمر. نزل بدنا نبيع. ما شاء الله تبارك الله يا شباب. خروف كويس والله. لسه مو مبدل. لسه لا لا. اي والله عالم من شبش والله. ارتفاع ولفة جرن زينة، مهاجير وحلوات صوفت وزينة. طبعا من غنم نعيم فحل بلدي يعني ما شاء الله تبارك الله. ساتو خاروف يا شباب، لسه يجوز بده ثلاثة شهور أربعة شهور يبدل. اشترينا بأربعة. قول بأربعة. لك اشترينا بأربعة. لا بأربعة. يقولوا 4000 ليرة. 4000. الله يربحك. هذا موجود عند اخونا ابو ابراهيم يا شباب. اشترينا ب 40. توكل على الله. على رب جدلال شعبان عز الدين. اذا باع بعدين لا نحكي معاه. والله خشنته كويس يا شباب ما شاء الله، ولساته خاروف يعني لسه يخشن النوب ان شاء الله. اشترينا باكل من السوق. ايه اشتغلك هاي. لا تخاف انا بظهرك. عم ابراهيم ينطش يعني. اشتغلنا. خاروف يا عمي قفل مقفول. بيع عاكف ويريد يبيع يريد عليك. ايش قد دفع بيه رجال؟ ما انتبهت. لازم يكون لك يلقح البركه. انا عندي قرب اشكفل ويا حجي لسه وخاروف. فحاج رجلي زين والله ما شاء الله، ولبت صدره زينه جرنه زين والله. الفحاج الفحاج مو غلظ العظم، عظمه عادي بس فحاج رجلي بعاد عن بعض ما شاء الله. بلى اشتغلنا. جاي ورانا تبين سوارتين. قام يدفع، قام يقول له 4000 الدلال. دلال جاي يقول له قول 4 هو يقول 3200. باري والله. 3200 اشتغلنا ب 40. ما والله يستاهل والله. طيب ما شاء الله زين. اشترينا ب 40. كله حمر ما شاء الله. لك اشترينا ب 40. مبنج. طول رقبه. راسه زين بيقع عام. ما يبيعوا. ارتفاع مع انه لساته خروف عالي. 38. لك والله يا شباب دهجه ما تشيل الكلام. نحن يرحم عيون ابو. اذا ما قطع له 40 والقران من يبيعوه. خروف حلو والله يا شباب وخشن ولسه ينطي خشانه ما شاء الله. لو قرنه شوي ضب على راسه، هو قرنه متوازن مليون بالمئه متوازن، بس لو شوي ضب على راسه افضل يعني. من غنم نعيم خروف، من غنم نعيم اكيد هاي مي بضاعته ابو رعد اكيد مليون بالمئه. ايش قد حقه الحلو هذا؟ هذا اللاكوش والله فصلناه 250 ليره يا ابو خمسه. ندفع لك بشيء؟ قاعدين طوله 150 175. اليوم يا شباب السوق يعني نص البضاعة يعني سوق ثانوي، ما هو سوق رئيسي مثل سوق الجمعة أو سوق الاثنين أو سوق الأربعاء بيد الله. البضاعة قليلة والحركة يعني شوي. ها بهالبرد الناس ما تنزل يعني، الناس اللي عنده بضاعة بلدية وكل مرة ينزلها تنباع أو ما تنباع ما تنزل بهالبرد، يتكاسل يقول لك الثلاثاء بلاها خليها للجمعة. قال أولي
في واحد قطاطرو يقول مالك الحزين يقول قصت شعرها الخلق بس مو مثل قصتك. نعم أبو محمد يقول قصت شعرها الخلق بس مو مثل قصتك وما شفت بين البشر طولك ولا قصتك جننت ولا أنس قل لي شني قصتك وعاجبني طيفك يبات وياي عاجبني وعاجبني طيفك يبات وياي عاجبني وكل ما أمر بدرب ألقاك عاجبني تدري أنت شنها الحلو والبيك عاجبني عاجبني كلك حلو من جد ما كل قصتك. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا أبو حمد. هذا الملك الحزين مو لي. ايوه قالت عنيت لأهل الورد. ايه رد تشتري وردة. رد تشتري وردة. ايوه. كان اسمر حلو. تبسم لي وتعدى. تعدى. اشتميت ريحة عطر تسمح. ايوه. يا تاري الورد مو من العطر الورد. من خده. ايوه. ايوه. اليوم ثلاثاء يا شباب اللي قاعدة بهالسوق ما بلا حلال ولا تصوير ولا شيء خلاص. نقول لكم ابيات شعر ونروح لهنا. لا. ايوه والله. نار عالية اليوم أبو محمد عمار نار عالية أبشروا أبشروا الله يحفظك على هلا السلام عليكم.